سعيد، انا بغيت نعاود نرجع للمساله. انت قلت باللي الصلاه في المسجد وكذا، واش رانا باغيين نخرجوه من المدرسه. يعني سعيد بكل يعني عفويه وصراحه، يعني وين راه الاشكال لو التلميذ مثلا ولا الاستاذ يصلي؟ انا رحت لتركيا ربما 10 مرات ولا 11 مره في كل المؤسسات التركيه اللي دخلتها على الاقل انا، او كان معايا حسن موالي في احدى الخرجات، هناك مصليات في المدارس، بل اكثر كاين بعض المؤسسات تنحي حشاكم الصباط باش تدخل الداخل، وحسن نحى معايا صباطه باش تدخل للمؤسسات واماكن تعمل فيها وتصلي. وتركيا الان هي دولة، وما أدراك ما تركيا الآن، يعني قوة اقتصادية في قلب أوروبا يعني وآسيا. أوكي. يعني عمرهم ما طرحوا هذا الإشكال. أزيد شيء آخر. السؤال عبد اللطيف، السؤال بفضلك. لازمنا نوطأ، لازمني نهدو توطئة طويلة تاعك عبد اللطيف. يلا 20 سيكوند مام با تلفها لي يا ابن عمي. معليش سؤال تلفها للشيطان. لا حتى كاين اساتذه يصلوا فقط بمجرد انه يسلط الاعلام عليهم الضوء تولي يعني مشكله كبيره. مازال انا نعرف اساتذه كانوا يصلوا في قاعه الاساتذه، يلا تلاميذ وراهم، ورا الاشكال كي يصلوا في المدرسه. شوف القضيه انا ما رانيش حاب الجمهور يفهم بان الصلاه هي المشكله. لا ليست الصلاه هي المشكله، ليست الشعائر هي المشكل، المشكل هو تسييس الشعائر. التسييس، لا بوليتيزاسيون دو ريليجيو، سي با لو ريليجيو كي بوز بروبليم، سي لا بوليتيزاسيون دو ريليجيو. من سيسة؟ اسمح لي، تركيا انت تقارن، انا ما نحبش المقارنات، انا لا اقارن نفسي بأحد. انا نحب المقارنات. معليش. لطيف سمعنا السؤال تاعك 5 دقائق، خلينا نسمعوا الجواب. معليش. انا لا احب المقارنات ولا اقارن نفسي بشيء ولا بأحد. انا في تصوري كل شيء فيه السر نتاعو. وكل حالة لها أسرارها ولا يقارن شيء بشيء. ولكن معليش تركيا احنا ما راناش تركيا. تقول لي تركيا أوكي، في تركيا أردوغان جاء في المباشر في التلفزيون يعترف بحقوق المثليين، هل تستطيع أنت تفعل هذا في الجزائر؟